السلام عليكم أعزائنا ومتابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة نبات مدينتنا. كالعادة نبدأ بالصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأهنئ الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، فاللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وقبل البدء في موضوعنا لنهار اليوم، أود أن أعتذر للتأخر في رفع الفيديوهات بسبب ضيق الوقت، وأريد أن أقول كذلك لمن وعدتهم بفيديوهات حول نباتات معينة أنني ما زلت عند وعدي، وإن شاء الله في هذا الشهر الكريم ستكون هنالك فيديوهات شبه يومية. إذن بدون الإطالة في الفيديو نبدأ مباشرة في موضوعنا لنهار اليوم، وهو حول نبتة الأنثوريوم أو الأنثوريوم، موطنها الأصلي كولومبيا. ما يميز النبتة هو لون أزهارها الحمراء الساطعة أو البيضاء أو ذات اللون القرنفلي، وكذلك تتميز بأوراقها الجميلة الخضراء الزيتية، حيث من لا يعرفها يظنها نبتة اصطناعية، وأزهارها تبقى لفترة طويلة ويتوالى ظهورها طوال السنة. توجد منها أنواع كبيرة الأزهار فتستخدم أزهارها للقطف، ومنها أنواع صغيرة الأزهار تزرع كنباتات إصص، وهنا في الجزائر تستورد هكذا في الإصص. أما بالنسبة للعناية بالنبتة فمن ناحية الإضاءة فتحب الإضاءة المتوسطة، أما في الشتاء فيفضل تعريضها للضوء الساطع لكن بدون أشعة شمس مباشرة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة المناسبة لنموها وازدهارها فهي ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية، ولا تتحمل درجة أقل من 16 درجة مئوية أو درجة حرارة جد عالية. أما بالنسبة للرطوبة فهي تحب الرطوبة العالية، حيث يزداد الإزهار عند الرطوبة العالية وينشط جيدا، ومن أجل ذلك يفضل وضع إصيصها في سينية تحتوي على الحصى المبلل، وكذلك ترش برذاذ الماء بشكل منتظم خاصة خلال فصل الصيف، لكن يجب الانتباه لقطرات الرذاذ حيث يجب أن لا تبقى لفترة طويلة على الورق نظرا لأنها قد تتسبب في تعفن الورقة، ومن الأحسن مسح الأوراق من مرة لأخرى. أما بالنسبة لريها فهي تروى بشكل معتدل، حيث عندما يجف سطح التربة اسقها، وفي فصل الشتاء يقلل الري من الأحسن. أما بالنسبة للتربة فهي مهمة حيث تحتاج إلى تربة غنية جدا وذات تصريف جيد للماء كذلك، فهذا يساعد على منع تعفن الجذور والأغصان. أما تسميدها فتحتاج سماد الأنبيكا متعادل بحيث يجب تخفيفه بالماء، فنبتة الأنثوريوم نبتة حساسة لكثرة التسميد ويمكن تسميدها مرة في الشهر. أما طريقة تكاثر هذا النبات فهو يتكاثر بواسطة الخلفات النامية بجوار الأم، حيث تفصل عنها وتغرس في إصيص آخر جديد. أما الوقت المناسب لذلك هو في بداية الربيع أو الخريف. يجب التخلص من الأوراق التالفة والأزهار التي تحولت إلى اللون البني. وفي فصل الشتاء يصعب العناية بالنبتة، وذلك راجع إلى ساعات النهار التي تصبح أقصر، وكذلك انخفاض درجة الحرارة، لذلك يجب الحذر والقيام ببعض الشروط لمنع موت النبتة، ومنها إبعادها عن النوافذ والأبواب حتى لا تتعرض للتيارات الهوائية الباردة، وكذلك إبعادها من أمام أجهزة التدفئة لأن التيارات المنبعثة منه تضرها كذلك. وكما قلنا يقلل الري كذلك، وتوفير الإضاءة المناسبة والحفاظ على درجة الحرارة ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية. أما الأمراض فالنبتة مقاومة نوعا ما للأمراض والآفات، لكن من الممكن في فصل الشتاء أن تهاجمها العناكب الحمراء والبق الدقيقي كذلك، لذلك يجب المراقبة الجيدة للنبات، وقم بتنظيف الأوراق بلطف بالماء، ويمكنك استعمال الصابون الأسود. إذن كان هذا ملخص شامل حول النبات، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. وأريد أن أقول لكم نبات مدينتنا متواجدة حاليا في حي جواجلة بولاد عيش، وكذلك متواجدة في مدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلة، وسيكون هنالك معرض آخر في باب السبت بالبليدة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، فكونوا في الموعد. هذا موضوعنا لنهار اليوم، وانتظرونا في قادم الفيديوهات إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.